جولة ثقافية وفنية على أبرز وأهم النشاطات اللي عم بتصير بالعاصمة وبالمناطق رح أبدأها مع مهرجان الرقص المعاصر بيبود بدورته العاشرة. بيعطيكم موعد مع عرض بعنوان بلاك أوت لفيليب سان ليلة وبكرة الساعة 7:08 كان أربع عروض الساعة 7:08 ليلة وبكرة على مترو المدينة لفيليب سان. تابعين مع مهرجان بيروت الدولي لرقص التانجو، ومن ضمن المواعيد يلي بيقدمها هالسنة ب 29 و 30 الشهر مع 6 من أفضل راقصي التانجو وأساتذة التانجو بالعالم، رح يرقصوا هالرقصة الحلوة على أنغام موسيقية بزينها صوت ساندرا رومونيني. Yo me consuelo pensando que fue traición de mujer, varón, pa' que te busco y pa' desearte bien, varón, pa' olvidar agrado, porque ya te perdoné. Tal vez no lo sepas, no lo puedas creer, tal vez te provoque risa ver mentira. إذا الموعد مع ساندرا رومولينو ب 29 و 30 الشهر بالميوزيك هول بيروت. تشي غيفارا مات في لبنان، أو تشي غيفارا دايد إن لبنان، وثائقي خاص بيروي قصة مقاتل من الحرب اللبنانية بيدلي بشهادته. الليلة فيكم تتابعوه بمترو المدينة الساعة 8:30 المساء، الدخول مجاني والفيلم من إخراج كريستينا صعب. عم بعمل فيلم عن زياد عن حياته بالحرب. رفيق زياد. القيادي اللي لعبته ببداية الحرب الصدفة أكثر ما هي قرار ذاتي. رح ننتقل لحفل توقيع الكتب، وبقترح عليكم حفل توقيع لكتابين بمكتبة البرج مبنى النهار وسط بيروت. أول كتاب وهن كتب مسرحية، البيت لأرزي خضر وهلو يعني مرحبا لطارق باشا، بين نسختين العربية والفرنسية. مسرحية البيت يلي عم نشوف مشاهد منها عرضت بأكثر من مدينة بالعالم، المسرحية لأرزي خضر. هون عم نشوف مشاهد من العرض الأخير بتوبنغن بألمانيا. الموعد إذن الأربعاء الساعة 5 بعد الظهر. رح انتقل لخالد الهبر يلي رح يقدم بقصر اليونسكو الخميس الأول من أيار حفل خاص مع 20 عازف، رح يقدم أغاني جديدة بتوزيع جديد. إذن بالأول من أيار الساعة 8:30 المساء. جريدة عم تكتب ضدك عطول، أخباره مدروسة كتير وأفكاره شي مش معقول. خبرنا شو بنعمل فيه، ندفع حقه ونشتريه. ندفع مصاري نشتري كل البشر، ندفع مصاري القلب بيصفي حجر. ندفع مصاري نشتري كل البشر، ندفع مصاري القلب. رح تابع مع سبع دوني ديتيل عرض باستوديو زقاق ب 24 نيسان الساعة 8 المساء. عرض بياخذ شكل تفاعلي بين الممثلة والجمهور ليحكي عن مواقفنا الشخصية من الحياة. رح تابع مع النشاطات مع تهليلة، هالعرض يلي رح يصير الجمعة والسبت الساعة 8:30 المساء
بمسرح بابل، وهي فرقة تعنى بالموشح والإنشاد الديني ونشر التراث الإسلامي الأصيل وتعميق مفهوم الإخاء الإسلامي المسيحي بما بيخدم الحضارة والإنسان. عروض عديدة بعدد كبير من مدن العالم والدول العربية قدمتها تهليلة، رح تقدم عرضين ببيروت الجمعة والسبت الساعة 8:30 على مسرح بابل. من هالمشاهد الحلوة من عرض تهليلة رح نروح لأخبار الطرقات مع جوال بعد كم ثانية. مؤهل أول محمد معتوق معنا من غرفة التحكم للمرور. من بعد ويك أند طويل بمناسبة عيد الفصح أكيد رجعت الحركة إلى بيروت بالمبدأ طبعا من عدم المدارس. صباح الخير. إيه صباح الخير. كيف صحتك وإنت كمان عليكم. وعليك يا رب. الله يخليك. شو رجعنا نشهد عجقة اليوم؟ لا طبيعية بما أنه ما في مدارس اليوم يعني بتضل خفيفة نوعا ما. نعم أكيد أكيد يعني كنا متوقعين أكثر، بس بما أنه ما في مدارس عندنا حركة لما نبلش نحن مدخل شمالي لمدينة بيروت، يعني الحركة ناشطة بتبلش بين النقاش وأنطلياس إلى جل الدين نهر الموت للدورة الكارنتينة. عندنا حركة ناشطة دون توقف. مدخل جنوبي كمان عندنا حركة ناشطة على أنفاق خلدي كمان دون توقف، وجبل صعود الموزون عندنا حركة عادية. لضمن العاصمة عندنا حركة ناشطة بين المتحف العدلية، بين المتحف العدلية متحف بربير لسكنة الحلوة بالعكس، إنما دون توقف ما عندنا أوائك. وكمان عندنا حركة ناشطة خاصة من المدينة الرياضية باتجاه نفق سليم إسلام. هذا مبدئيا حركة ناشطة ضمن بيروت والمناطق ضاحية جنوب كي. كمان عندنا حركة عادية كمان جدا. حوادث سير نحن عندنا بالاخر 24 ساعة صار عندنا 6 حوادث سير، 5 جرحى وقتيل واحد نعم للاسف. كمان في عندنا نحن في عندنا طرقات كمان نحن من العلاقات العامة صادرة في عندنا كمان، ومحيط مسجد الصياد مدخل الحازمية نعم عندنا بده يتم اقفال طريق هناك في الملاسق لمبنى وجيره، في عندنا اعمال بنية تحتية. اي متى؟ اعتبارا من الساعة 8 من تاريخ ل 26 شهر، يعني احنا من تاريخ اليوم ل 26 شهر الساعة 8 انا عامل بنية تحتية. الساعة 8 بالليل طبعا. اكيد نعم. نعم. اوكي. مبدئيا هذا كل شيء. هذا كل شيء نعم. مؤهل اول محمد معتوق يعطيك العافية، شكرا لك، نحكيكم بكرة إذا الله راد. الله يعطيك. نرجع نتوقف مع فاصل جديد من بعده بنتابع أخبار صباح، خليكم معنا.